شوبينج سارة أحيانا على MTV ضمن برنامجنا شوبينج باي بست سيلر، عم نطلع عليكم يوميا لنعرفكم على أصناف متنوعة ومميزة، هيك فيكم تصيروا تعملوا شوبينج بطريقة كتير سهلة وواضحة وبأسعار كتير مقبولة. أنتم مرتاحين ما لكم إلا تختاروا وتتصلوا فينا على بست سيلر على 01 44 55 55 وبيوصل الغرض لعندكم من دون أي كلفة توصيل إضافية. لكن يلي بحبوا يعملوا اكسرسايز ليشدوا عضلات معدتهم وعضلات ظهرهم فيهم يستعملوا هالكرسي يلي بكل سهوله بنعمل عليها 10 دقائق كل يوم من دون اي تعب، لانه نحن ما قلنا الا نشد بظهرنا لورا وهي بترجع بتطلعنا لانها مزوده باربع رسترات، وهيك بنكون عم نمرن عضلات معدتنا وعضلات ظهرنا بنفس الوقت. هالايرون شير فيكم تحصلوا عليها ب $60 بس وين ما كنتوا بلبنان من دون اي كلفه اضافيه بمجرد الاتصال ببست سيلر على 01 44 55 55. لكل ستات البيوت يلي بتهمهم ريحتهم سوي برو بلس الجديدة هي الحل. هالمكنسة على البطارية ما إلا شيت وما بدها كيس وما بيتعدى وزن الكيلو الواحد، بسحب كل شي من الكبير للصغير إن كان على السجاد على البلاط وعلى الباركي. مثل ما شايفين بيجي معها بطارية وشارجر، ما قلنا إلا نشرجها ونستعملها لوقت طويل. شوفوا شو هينا على الباركي، بدنا بس نمرقها على الأرض وما في لزوم أبدا نشد، متركها تمشي لوحدها. والشي المنيح كمان إنه شكلها الجديد تريانجل لحتى نقدر ننظف الزوايا بكتير سهولة، وإذا بدنا نمرقها تحت التخت أو الخزاين أو حيلا شي تاني شوفوا شو براكتيكل منوطيها بهالشكل، هيك بصير فيكن تفوتوها وين ما بدكن. وأكيد هذا الشي بينطبق مثل ما قلتلكن على السجاد كما على البلاط. سوي برو بلاس بتبرم 360 درجة، يعني بمختصر فيكن ما تعتلوا هم إذا ولادكن وقعوا بسكوية أو كورن فليكس أو حيلا شي تاني. كتير سهلة التنظيف، بدنا بس نكبس هالزرين بهالطريقة منفضي الجرور الكبير من الأوساخ. سوي برو بلس مثل ما ذكرت ما بدها كيس ودبة كتير هين، فينا نعلقها على الحيط أو نحطها ورا الباب، يعني ما بتاخد محل أبدا. سوي برو بلس هي ماشين ما منضبها لأنه تستعمل 365 يوم بالسنة، والعرض هلأ مع سوي برو بلس في 3 هدايا، قطعتين ستيكي برو لتنظيف الفوتويات والتياب وكتير إشياء غيرهم، وهالفرشاية حتى إذا بدنا نشيل شي على السريع. سوي برو بلس أكيد مكفولة لمدة سنتين، لا تحصلوا عليها بدكم تتصلوا على بست سيلر على 01 44 55 55 وبتوصل لعندكم ب $46 بس وين ما كنتوا بلبنان من دون أي كلفة إضافية. كيف بدكم تربحوا وقت وما بقى تضيعوا وقتكم بنطر عند الكوافير؟ تعتلوا هم انه عندكم قصص اهم تخلصوها بهالوقت الضايع او وين بدي احط الاولاد، ما انكم الا تختاروا بروفيشنال هير ستايلر يلي سعره بس $29، هو رح يهيلكم كثير اموركم. بروفيشنال هير ستايلر هو سشوار 8 ان 1 لانه معه 8 قطع اكسسوار، فرشاية لتعمل الشعر كيرلي، فرشاية للويفي، فرشاية للليس، فرشاية لتنشيف الشعر، فرشاية لتمشط الشعر، فرشاية مبرومة ومشط له راسين. أكيد فيه كبسة لنحدد القوة والسرعة يلي بدنا إياها، إن كان خفيف وسط أو فل، بدكم بس تتصلوا على بست سيلر على 01 44 55 55 وبيوصل لعندكم هالبروفيشنال هير ستايلر ب $29 وين ما كنتوا بلبنان. كلنا منحب ناكل تبولة بس منعطي الهم فرم الخضرة والبقدونس لأنه بياخدوا وقت كتير. مع 60 سكند تبولة انحلت هالمشكلة، هالمكنة بتفرم البقدونس بثواني، ما قلنا إلا نشد الخيط 3 أو 4 مرات، وكل ما نسحب الخيط أكتر كل ما بينفرموا زيادة. ومش بس هيك، ارتحنا من فرم البصل يلي ببكي كل ستات البيوت كمان بثواني وبينفرموا، والأهم إنه ما بقى نعرض إيدينا للسكاكين وما بقى نتلبك بالأدوات الكهربائية التقليدية التقيلة. 60 سكند تبولة بتفرم البندورة من دون ما تغرق بالصوص تبعها، وبتفرم أشياء كتير قاسية مثل مكسرات وحتى الجزر بتقطعه لشقف صغيرة من دون أي مجهود، بإصبع واحد 3-4 مرات وبيجهز كل شيء. 60 سكند تبولة مكفولة لمدة سنتين وفيكن تحصلوا عليها ب $32. ومش بس هيك، بيجي معها هالسلات بول هدية، ما لكم إلا تتصلوا ببست سيلر على 01 44 55 55 وبيوصلوا لعندكم وين ما كنتوا بلبنان من دون أي كلفة إضافية.
شو اورجانيزر هالشبه الخزانه يلي بتنظم وبترتب الشوز؟ شو اورجانيزر مصنوع من الكرتون السميك والمقوى، يعني ما بتنخزق وبنفس الوقت منا تقيله بالحمل. شو اورجانيزر بتساعد 12 جوز احذيه مقسمه مثل ما شايفين لكازيات مرتبه، والا غطا شفاف فينا نشوف من خلاله، هيك بتسهل علينا انه نختار الشوز يلي بدنا اياه. قياسها مناسب كتير 55 ب 60 سنتيمتر وارتفاعها 11 سنتيمتر، يعني فينا نحطها تحت التخت او بارض الخزانه، وفينا حتى نوقفها ونتركها زهره برات الخزانه لانه حجمها براكتيكال ومرتب، ولانه حجمها مثل ما ذكرت براكتيكال فيكن تحطوا 2 او 3 شو اورجانيزر حد بعضهم. ب 26 دولار بتحصلوا عليها، والعرض هلا مقابل شراء 2 شو اورجانيزر بتحصلوا على الثالثه مجانا. اتصلوا على بست سيلر على 01 44 55 55، وب 26 دولار بتوصل لعندكم بلا كلفه اضافيه. كلنا منضل عم نركض ورا الوقت، وكل ما سرعنا طريقة شغلنا كل ما استفدنا من وقتنا. فيجي ميكسر منقعرة الكهرباء سعرها 30 دولار، بتنقر الكوسة، الباذنجان، البطاطا، البندورة وكل أنواع الخضرة والفواكه يلي بتخطر عبالكن. فيها زر كرمال تخفيف وتسريع عملية النقر، ومش بس نستعملها للنقر، بيجي معها كمان راس تاني هو عبارة عن ميكسر أو خلاط، فينا نستعمله للجاتو، للكاسترد، للصوص بلانش، للأومليت، للمغلي، ولكتير أشياء بدها خفق وتحريك. ب 30 دولار فيكن تحصلوا على فيجي ميكسر، بدكم بس تتصلوا على بستلر على 01 44 55 55، وبتوصل لعندكم وين ما كنتوا بلبنان من دون أي كلفة إضافية. هول كانوا الايتيمز اللي يكونوا عجبوكن. ما تنسوا فيكن تتصلوا على بست سيلر على 01 44 55 55 حتى بعد الحلقه. تابعونا دائما على ام تي في.